السادس الإيمان بالقضاء والقدر. إيمان آخر ركن بو قضاء وقدر إيمان كيلترش. له مراتب أربعة. تقدر إيمان كيلترش لك تورت درجة بلان تورت مرتبة بلان بولاده. الأولى العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تقدر إيمان كيلترش لبرنج مرتبة بو علم در يعني الله تعالى علم إيمان كيلترش مسكرة يعني حما بوجان بوليت كان و بولوت كان نرسلت حمسنا الله بلاد إيمان كتر شمس كريك. الثاني الكتاب أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء. إكنس الله من كتابات تيجي يعني الله يازيال لي إيمان كتر شمس كريك يعني الله حمنا سن بلجن دان كين شو بلجن إلمنا ياز بوين شو إيمان كتر شمس كريك. نعم. الثالث أن لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما أراد الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تقدر إيمان كيلترش üçüncü مرتبسي الله'ın ملكي ده فقط الله إرادة قيان الله'ın خاخشي بلن هما نرسى بولادي الله'ın خاخشي هيش نرسى بولميدي مانا شنو إيمان كيلترشمز كيرك. نعم. الرابع أن العبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة كالخلق. نعم. Takdirga iymon keltirishi 4-chi martabasi shuki banda o'zi Allohga mahluq bo'lganidek banda qilayotgan amali ham Allohga mahluq. Ya'ni Alloh yaratgan shu bandaning amalini ham, bandaning o'zini ham, amalini ham Alloh yaratgan. Mana shunga iymon keltirishimiz kerak. Vallohu a'lam.